صلى الله صباحكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البيضاء، سعيدون بلقائكم في هذه الصبيحة في غرفة الأخبار لخدمتكم بطبيعة الحال لنتقاسم سويا يعني النقاش حول الشأن العام في الجزائر. صبيحة ضيفي والدكتور مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده. سي مصطفى مرحبا بك على قناة البلاد. إذن راح نتكلموا على زوج مواضيع سي مصطفى، نتكلموا الموضوع الأول على الأضاحي ونتكلموا كذلك على معرض الجزائر الدولي في طبعته 54 سنة. مصطفى شيء كبير 54 ماهيش حاجة خفيفة. 54 سنة يعني معرض عتيد عريق تقليد أصيل في الجزائر. نبدأ بالأضاحي إذا كانت كرمت سي مصطفى. يعني هناك حديث في المجتمع، إجماع في المجتمع أنه الأضاحي هذا العام غالية، هل هذا صحيح؟ ماشي صحيح؟ بشحال زادت النسبة؟ سبب ذلك؟ اليوم المدير العام للمؤسسة اللحوم ومشتقاتها التابعة للدولة قال بأنه يعني كاين زيادة قرابة في بعض الأحيان يعني 3 ملايين، بربعة، بخمس ملايين. قال صح الأضاحي مرتفعة جدا، لماذا بيقول لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ارتفاع أسعار الأضاحي هذا الأمر يعني كان منتظر بالنسبة إلينا. كان منتظر. لماذا؟ لأنه سعر اللحم عند الجزار زاد، وفي طبيعة الحال إذا ما زاد سعر اللحم فإن أسعار الأضاحي تزيد، ونعرف أنه دائما أسعار الأضاحي في قيمتها، في قيمة الكيلوغرام من اللحم أكثر من قيمتها عند الجزار كما تكون وجدة. إحنا هذا الارتفاع هذا بديناه وشاهدناه من السنة الماضية وهو في ارتفاع، حتى أنه في بعض الأسواق حاليا اللحم الأحمر راهو ب 2300-2500 دينار للكيلوغرام، وبطبيعة الحال هذا ينعكس على الماشية. والسبب سي مصطفى، أنت أنا سألتك السبب قلت لي أنه يعني عند الجزار اللحم زاد، يعني هذا مؤشر موش سبب. مش مؤثر، لأن أنا أعطيتك يعني الواقع تحليل، لأنه هذا الأمر هذا كان منتظر بالنسبة لنا كمنظمة، ولكن لا غير مبرر. يعني نسبة زيادة راهي يعني لا تقل عن 20-25% بالنسبة للسنة الماضية. الأسباب متعددة، هنالك أسباب موضوعية يمكن أن نعتمد عليها ولا تبرر هذه الزيادات بالنسبة لنا الغير معقولة، وهنالك أسباب واهية. طيب أعطيني الموضوعية. يعني شوف، لازم نعرف أن السوق الماشية السوق غير منظم، هذه وحدة. هل هنالك نظام تتبع للماشية تاعنا؟ هذا مبدينه، نقولها بصريح العبارة. كنا دائما نقولوا 27-28-29 مليون رأس غنم، ثم رئيس الجمهورية قالوا بلي أنها 19 معلومات لكم تسوقوا فيها. ماشي صحيح. أيوة، ودائما يقولوا بلي عندنا اكتفاء ذاتي، وعندنا 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 4 ملايين أضحيات كل سنة، ورغم كل ذلك ورغم أنه وقعت عملية تطهير هذه السنة بالنسبة للموالين. كيفاش؟ وش تقصد عملية تطهير؟ وش تقصد بأن السوق غير منظمة وكيف تصبح منظمة؟ شوف، السوق غير منظمة ما نعرف. شوف، كاين ما يسمى بنظام التتبع، يعني بمعنى أنه الإنسان لما يجري لحم ولا يجري كبش ولا يعرف تاع شكون وين تربى، على الأقل وصل معاملة تجارية غدوة من غدوات. هذا الخروف هذا يخمار مثل ما وقع في 2017-2018. نقدروا، اسمح لي سي مصطفى، احنا نشريو نقولوا علبة تاع، ماشي علبة يعني، بواطة تاع طوماطيش تاع الكونسير، ماشي تيكي، فيه لا تراسابيليتي، نيميرو ديرو، لا دات دو فابريكاسيون، هذا ما يجب. انت تشري كبش تاع 7-8-10 ما عندك حتى ورقة. وهل هذا ممكن معقول؟ مسألة التتبع هذه مصطفى ممكن؟ الحال، وهذا ما تقوم به الآن السلطات المعنية من خلال أول عملية كانت عملية الإحصاء، بعدها ما يسمى بالنظام التتبع يقدر يدير لهم هذاك ما يسمى هذاك المنقوش هذاك اللي بيس شريحة، ويعرفوا الشريحة ويعرفوا بعدها حتى في عملية الذبح قال هذا تاع شكون إلى غير ذلك، وتروح عملية التوزيع في الأسواق. طيب، وتأثير هذا على الأسعار سي مصطفى، يعني لما نديروا عملية التتبع وكذا تأثيرها على الأسعار؟ هذه راح تنظم، ومن المفروض أنها تساهم في خفض الأسعار. لماذا؟ لأنه الآن لما تكون هنالك عملية إحصاء،
شكون راح يستفاد من الدعم؟ راح يستفاد الموالين الحقيقيين. الان لما هضرنا على عمليه التطهير كانت تعاونيه تدي في الشعير وتدي في الاعلاف وتعيد بيعها دون ان تملك ولا نعجه واحده، نعجه ما عندهاش. نزيد من الامور الاخرى الموضوعيه، يعني ربما هي ظاهره القضاء على الثروه الحيوانيه تاعنا. رانا نشوفوا يعني انثى الخروف كيف راهي تذبح جهارا نهارا ومعلقه وبدون ختم بيطري، رغم هذه الان الدوله الجزائريه منعت ومن بكري ممنوع، من بكري ممنوع. الان هنالك تجديد ايضا عدم بس اسمح لي سي مصطفى، الان النعجه هذه ولا البقره هذه كي تكبر تشرف كذا لا تذبح ولا تذبح برخصه من الطبيب البيطري. صح، هنالك حالات استثنائيه كي تكون مريضه خلينا يرخص لك كي تكبر خلاص ولات ما تولج يعطيك رخصه. ولكن ما نراه حاليا انه النعجات تذبح بغير، نشوفهم صغار. رغم انه سامحني سي مصطفى ملاحظه انه عندنا في الجزائر تقريبا انا نقول عاده اجتماعيه يعني شرعيا غير وارده، عيب عندنا اللي يذبح النعجه يعني في العيد ولا في عدد الا استثناء يعني ناس اللي فاهمه وتعرف وكذا ومتعودين على الخرفان وكذا في العيد يذبح نعجه ولا يذبح بقره عادي جدا، ولكن عندنا في المجتمع كمجتمع يقول كان انا اذبح نعجه يذبح خروف كبيره النوعيه تاعو غير ذلك. شوف هي شرعا معناها النعجه كي يذبحوها يبيعوها يعطوها للجزار، يعني الجزار هو اللي يبيعها، هو اللي يبيعها. نعم جزارين كثير وشفنا انه والجزار هذا سي مصطفى يقول لي باللي هذا اللحم تاع النعجه وهذا تاع الخروف ولا ما يقول ليش؟ اذا طحت بجزار صادق امين يقول لك ولكن غالب ما نراه هو انه يتم خلطها ويبيعها لك، يقطعها لك فيلي ولا يقطعها لك جيكون راح تعرفها. اذا كانت هيكل طبيعي، اذا كانت هيكل كامل وايضا السردوك ولا الدجاجه وما نجيبش تفرج خليها السؤال الذي يطرح. خليني نكمل لك دقيقه مهمه جدا معليه نحتفظ بها سي مصطفى معذره. السؤال الذي يطرح سي مصطفى، علاه النعجه رخيصه على الخروف؟ يعني شوف هي يقول لك من المفروض انه الدعم يروح الى الخرفان لاجل التربيه. النعجه ما هيش الدعم ما يروحش النعجه. مثلا عندك عندك 1000 فرس، عندك 1000 فرس اصلا، عندك 1000 فرس مثلا، عندك 700 خرفان صغار. الدعم يحسب على الخرفان ما يحسبش على النعج. ايوه هكذا. الان لازم نعرفوا انه ما تاكلش ولا لازم نعرفوا ايضا انه النعجه كما ذكرت انت في تقاليدنا غير محببه. دونك انت مثلا دير عرس ديرو بنعجه شويه، ولا تروح تهدي نعجه شويه. الان الاسعار تاعها اسعار منخفضه ولكن يستفضك الجماعه المهيبه في العيد قاع يعسوا هل جاب النعجه ولا جاب الخروف هكا راك بسيط ولا ماشي بسيط. خليني نعطيك نقطه مهمه ومفصليه وجوهريه جدا. الان الاضحيه الحمد لله ربي سبحانه اللي قادر يضحي، حتى النعجه تضحي. ولكن بما اننا عندنا ثروه حيوانيه تاع خرفان يعني نخليو هذه النعاج للتكاثر. الان ما نراه ونعطيك بعض الأمور الخطيرة وهذه مستقات من طرف مربيين. هذه السنة هنالك وربي يتقبل منا إن شاء الله تعالى، هنالك تقدير على أنه راح تكون ما لا يقل عن مليون نعجة تذبح في العيد الأضحى. نعم. مليون نعجة وبالترخيص وكلش يعني. لا بدون ترخيص. بدون ترخيص تروح تشري في السوق وتذبح النعجة. لماذا؟ لأن شفنا الآن أسعار جنونية غير مبررة. ولكن نقول لك غير مبررة. ماذا تغير بين السنة الماضية وهذه السنة؟ أعطيني مش تغير. ربما مصطفى يقول لك ربما تراجع قيمة الدينار. وش دخل قيمة الدينار؟ الشعير راك تدي بدعم الحشيش راه في الغناء وفي الصحراء. وش يقول لك أنا الشعير هذا يا والقمح ما يلحقنيش نشريه. أخي لا يقول لك الكوطة اللي نديها قليلة ندي 700 معليش يا سيدي نديرو تكلفة مرة في الشهر. هذا الكوطة هذه هذا الكوطة القليلة يا هل تراجعت غير في 2023؟ ما كناش كوطة قليلة في 2020 21 22 وغيرها. صحيح ما كناش نسمعوا انه دائما الفلاحين يشتكوا. السنة الماضية كان معتدل شوية. هذه السنة تم تطهير القوائم واللي كان يدي من قبل مرة ولا يدي مرتين. اعتقد ان الامور في تحسن طبعا، وبالتالي هذه الاسباب بالنسبة الينا اسباب واهية. زد على ذلك من بين العوامل التي ادت الى ارتفاع الاسعار السمسارة. نعطيك بعض مكاتبنا في كبرى الأسواق الجزائرية راحوا
وبكروا، ولما انتهى السوق لأنه فيهم بياطرة يعرفوا الموالين ويعرفوا طبعا، قالوا لهم لم نكن ننتظر أن نبيع خرفاننا بهذا السعر، ما كانوش داخل هو للسوق داير في باله أنه راح يبيع هذا القطيع بخمس ملايين، غير كما يفتح السوق يجي أول واحد سمسار يعطي له خمسة ونص، وش يدير ذلك المو يحبس ما نبيعش، ما زال يخرج بستة ستة ونص، بمعنى أنه السماسرة الذين يدخلون الأسواق هم الذين أيضا ساهموا في ارتفاعها. أنا السمسار مصطفى كي يدخل ما يساومش قال بشحال هذا القاطع هذا بشحال تحسبه لي كذا إلى خيره، يقول له مباشرة نعطيك فيه كذا، يعطيك أو يساوم يعطي بالنسبة له، هو سمسار بالنسبة له يريد أن يستحوذ على ذلك القطيع، يعطي السعر اللي ما كانش في بال الموال. وهذه شهادات من الموالين في الأسبوع الماضي فقط في أحد أكبر الأسواق الجزائرية. طيب هذا السمسار سمسار معليش، هذا سمسار خدمته سمسار يعني يبيع ويشري، هل هذا ممنوع سمسار ولا ماشي ممنوع؟ يعني شوف أخي، لما يكون هنالك اختلاف، أنا ندخل السوق سامحني ندخل السوق نشري ونبيع، نظن بأنه عادي جدا، عندك سجل تجاري تشري وتبيع، ما عنديش سجل تجاري، لا 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 عنده بطاقة فلاح، الموال هذا عنده بطاقة موال، آه صح، عنده بطاقة ويدفع الضرائب تاعو، عنده بطاقة دوك ما يدفع ما يدفعش، حتى التاجر النظامي اللي عنده قانوني ما يدفعش الضرائب تاعو، نعم مفهوم. الآن عنده بطاقة فلاح، عنده بطاقة موال، عنده امتيازات يديها في الفاكسان وكذا وغيرها هذا السمسار، هذا السمسار اللي يدخل سوق الطوموبيلات ويجري، ويدخل سوق المال ويجري، ويدخل سوق الدجاج ويجري، هذا واش ما محله من الاعراب؟ ندير لهم سجل تجاري سمسار؟ هاي ندير لهم سجل تجاري سمسار؟ لا يروح يدير سجل تجاري تاعو، واش يدير سجل تجاري؟ هذوما الناس اللي احنا معليش نقول نكونوا صراحة، كاين بعض الناس الله غالب ماهمش لاقيين خدمه وماهمش لاقيين وتعبين، لما يروح يسمصر من حين لاخر بيشرى ويبيع هذا امر مفهوم، لانه لا يضر بنظام السوق. ولكن اخي الكريم لما نتحدى الان نتحداك نروح نشوف هذه الاسواق الجواريه، وعندنا مش نقولوا في هذه الاسواق الجواريه، وروح شوف لي راهم ثم هذوك موالين، يا هل ترى اللي يدير شاش ويجيب قصبة موال؟ وبين باللي جيتي تهضر معاه بين باللي يديه ماهوش يدين موال، بالك ما يفرقش بين النعجة والخارج، غير ما يعني نقول لك داير شاش ويقول لك موال. طبيعة الحال هنالك اختلال، ما دوك انت تسألني سؤال تقول لي الموال على ما يطلعش المدن الكبرى، انا نقول لك ما يطلعش موال المدن الكبرى. لماذا لما انت تدير له مساحة 20 على 10 مترات وتقول له اروح تبيع نقطة بيع يجيك هذا قليلا؟ نعم. اولا اسمح لي، مساحات سيد الموال هذا وين يبات؟ يعني وين يستراح؟ وين يخبي دراهمه؟ وين ياكل؟ وين يشرب؟ محمد راك تشفى الاسواق بكري في الثمانينات وفي التسعينات كانت هنالك اسواق الحراش، نعم كانت هنالك اسواق ولاد فايت، صحيح تدخل فيها بالطوموبيل تجري، صحيح كان الموالين يجوا بالكمين يشوفهم في الطرود، غير اللي عنده قطيع تاع 100 200 اللي حاطه الآن تلقى عنده 10 غنم ويدير لي نقطة بيع ويقول لك هاي لك أسواق جوارية. سمين أسواق جوارية؟ هذا اللي يروي يبيع فيه بهذا الثمن بشحال شراه في الأسواق الموال الداخلية. هنا أيضا اختلال كبير، وهذه النقطة أثرناها عدة مرات، قلنا إذا أردنا أن تنخفض الأسعار لابد من تقليل سلسلة التوزيع، وباش نقلص سلسلة التوزيع لازم نجيب الموال، ولكن الموال يرفض يجي يقول لي أنا منجيش، وين نجي تحط لي أنا نقطة في الكالي ما نش عارف تقصر عين في نقطة معينة 20 على 10 كلها ثم ما تكفينيش حتى الكاميون تاعي، وين توضى وين صلي وين بات وين وين وين، وأنا عندي قطيع تاع أغنى. إذا يا أخي الكريم هنالك عندي أموال ضخمة تحتي يعني ما نعم إذا هنالك اختلالات من الموال إلى المستهلك، وهي اللي تخلي هذا السوق سوق يعني غير سوي. ونزيد لك إذا وصلنا على هذه المسيرة أيضا يكون هناك ارتفاع أكثر من اللي ما هو عليه الآن. انتقلوا للجزء الثاني، في تقديرك الأيام الأخيرة ممكن تنقص أسعار الأضاحي ولا لا؟ أعتقد الأسعار راهي هكذا مرتفعة، لا أعتقد أنها راح تزيد تنخفض، والاعتقاد أن هذا مبني على يعني
واقع من خلال جس نبض السوق ومن خلال أيضا الحديث مع جمعيات الموالين والمهنيين الصادقين، قالوا لنا لا نعتقد. احنا كنا أمل تاعنا في السلطات المحلية يعني في الجامعات المحلية أنها تفتح نقاط بيع كبيرة كبيرة، نعم كبيرة يعني في العاصمة 3 أو 4 نقاط كبيرة. مصطفى، وهل برأيك الآن الفيال المؤسسة الوطنية للحوم ومشتقاته ينبغي أنه يعني تكبر من يعني القدرات تاعها والإنتاج تاعها وكذا لإحداث هي وسيلة من وسائل الفرد توازن؟ نعم، لازم نضبطوا أخي، لأنه كثير من الجزائريين سامحني سمسا ما يعرفوش أنه الفيال المؤسسة هذه تبيع الأضاحي مثلا هنا في ولاد بيرتوتا. نعم موجودة، أنا نعرف هذه نجوز عليها نعرفها، لكن كان في مناطق أخرى. هل برأيك ينبغي أنت تتدخل هذه يلي ضبط كما مثلا في مسائل فلاحية تضبط؟ نعطيك حاجة محمد، نعم. مش ملزمة باش تربي. أنا نعطيك الآن، لما جينا العيد صغير اللي جينا لرمضان وش دارت الفيار عن طريق البطاقة وزارة الفلاح استيراد، وأيضا من طريق السلطات العمومية يعني دخلت وقالت لازم يكون هنالك لحوم جابت، ولو أنه هنالك يعني بعض المآخذ ما هوش وقتها أنه تأخرنا أنه ما كانش وغير ذلك، ولكن التدابير في حد ذاتها كانت مفيدة، كانت تدابير إيجابية. لأن ما نهضروا على عيد الأضحى وهي شعائر من شعائر الله، عندك عيد الأضحى وعندك رمضان يعني. استنى لما نهضروا، وعلى ما جبناش يعني الأغنام مستوردناش الأغنام، هذا أيضا منظمة قامت بتقديم مقترح للسلطات العمومية ولما ترد أي رد، نتلقى أي رد وحنا نجيبوا أغنام، نجيبوا يا سيدي 200 300 400 نص مليون رأس غنم ونحطوه باش يكون هنالك توازن، لأنه الآن هذه الأسعار هذه في غير متناول الناس، لازم نقولوها الآن. الحمد لله عندنا تكافل اجتماعي وهذه ميزة من ميزات الشعب الجزائري. صح سي مصطفى، احنا ماذا بينا كل جزائريين يضحي ويزوخوا بالكبش تاعهم يفرحوا الذراري، يعني مظهر اجتماعي ينبغي ان يبقى في الجزائر. لازم نعترفوا حاجة محمد، دون سامحني بلا ما ننساو انه الانسان مع هذاك يعني الفرحة والزوخ والذراري فرحانين وكذا الى اخره، انه النية أضحية أكيد يعني ما نسواش، مهمة جدا. ولكن أن يغيب هذا المظهر شوية، نعم هذا المظهر يعني مؤسف أن يغيب، وأعتقد أنه لابد أن نستخلص بعض الدروس حتى لنعيد التكرار يعني، وكل سنة يتكرر. نعم للأسف كل سنة يتكرر، كنا ماذا بينا يعني ولو نقشنا في مقترحاتنا، قدمنا مقترحات كنا ماذا بينا يناقشونا فيهم، قالوا وش مقترحاتكم وعلى رقم تقترحوا هكذا، ما هي الاسب كيف هي الآلية وغيرها من الأمور يعني لأجل الصالح العام. طبعا نتمنى أنه مستقبلا إن شاء الله يأخذ بعين الاعتبار. إن شاء الله نديروا فاصل سي مصطفى ونوليوا لمعرض الجزائر الدولي، إذن مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل نقاش معنا قبل أن نولي ساعة مرة.